اقراص. عايزين نشرح مين هو العلاج المناسب لمريض الحساسيه. تمام. هو الغسول ده مناسب لاي بني ادم عنده اي حاجه في مناخيره، هو كويس ما عدا الناس اللي عندها حاليا برد شديد او بلغم، لان انت بتنزله اكتر على المريض. لكن هو مناسب وامن، لان هو عباره عن محلول ملح ما فيهوش اي مشكله، وطريقه الاستخدام يا اما وانا راكع كده يا اما نايم للورا او بالطريقه اللي هي بالجنب عن طريق كده او كده. دول الثلاث طرق الاربع طرق عن طريق الانف اللي هو الغسول الانف، هو امن الا في الحالتين اللي قلتهم. طبعا دي الجولدن، دي الساحر يعني، ده الساحر بتاع الحساسيه الانف اللي فيها كورتيزون وما فيهاش اي امتصاص في الدم، عشان كلمه كورتيزون ورعب وهندخن وهنسكر وضغط وقلبه، مفيش اي كلام ده، لان هي لا تمتص في الدم وما فيهاش اعتماديه، ممكن ترميها في الزباله بعد شهر من علاج بيها. وامنة لحد ساعات 6 شهور، وفي كتب كاتبه ان هي فور لايف، بس طبعا لا انصح بيها طبعا للمدى الحياه، مفيش حاجه اسمها مدى الحياه. دي اللي انا طبعا اللي انا بكرهها ما بحبهاش، وناخد منها تركيز اقل لو نقدر، وادي الحدود، لان هي فيها اعتماديه عنيفه جدا وبتعمل مرض في المناخير مالوش علاج، المناخير ناشفه جدا وتضيع حاسه الشم على المدى البعيد لو استخدامها عنيف لفترات طويله. طبعا ده دواء الحساسيه، ادويه الحساسيه في السوق كثيره جدا من اول الجيل الاول لحد الجيل الرابع دلوقتي، ونتائجها ممتازه، بس في بعض المرضى، مرضى القلب، مرضى الضغط بنخاف عليهم فبنديهم جرعات معينه. في بس حاجه كومنت تاني يا دكتور علي، مش ده دواء الحساسيه الوحيد، في دواء حساسيه تاني اللي هو نوع تاني اللي هو انتي لوكوترين، مضادات حساسيه بنوع تاني، ده بس عيوبه الوحيد ان هو بيعمل كوابيس في بعض العيانين. فبرضه الدكاتره برضه في اسهاب انا شفته الفتره اللي فاتت في استخدامه، لازم برضه بحسابه ونسال العيان حصل له مشكله ولا لا، لان في عيانين بيزهق من الادويه ويرميها عشان الاعراض الجانبيه. تمام. الخطه اللي بتبدا بيها مع العيان ازاي؟ يعني بتقول له مثلا استعمل الاقراص ولا نبدا بالبخاخه؟ حسب الحاله دكتور. حضرتك بتبدا حسب الحالة. ازاي؟ هو في احنا ماشيين على جايد لاينز، الاريا دي بتقول الجايد لاينز دي ده درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، درجه رابعه، طب ده موسمي ولا طول السنه؟ الجولدن الاولاني ده دواء الحساسيه الاقراص، فشلت بنخش على الدواء مع ايه؟ مع البخاخه، وده السحر الاثنين مع بعض. ها لا بنزود دواء حساسيه اخر من نوع اخر مع بعض، يبقى كده ثلاثه. الثلاثه فشل، لا لازم تراجع بقى تشخيصك، يبقى في مشكله عندك انت في التشخيص العام. وطبعا قبل كل ده البعد عن مثير الحساسيه، اي اول حاجه في اي حاجه في الحساسيه البعد عن مثير الحساسيه. انا محتاج اروح للدكتور مره واحده في الاول اشخص نفسي ولا محتاج اتابع بعد كده؟ محتاج اروح ومحتاج اروح موسمي، يعني دايما في 3 وفي 11 عندنا في مصر يمكن، والجو في العالم العربي تقريبا شبهه، فاحنا في تغيير الفصول بالذات كارثي، خاصه في المدن الكبيره، القاهره، الرياض، عمان، المدن الكبيره اللي فيها تلوث وصناعات كثير. اخيرا تطعيم الكورونا. تمام. في مريض الحساسيه امن؟ امن طبعا في تطعيم الحساسيه، وبنصح ابو يعني ابوس ايد الجميع خدوا تطعيم الكورونا. يعني تطعيم الكورونا في كميه كلام على الفيسبوك عنيف عليه، خدوا تطعيم الكورونا. انا خدت اهو استرازينيكا وسليم معافى الحمد لله وعايش اهو الحمد لله، ما تحولتش زومبي الحمد لله رب العالمين. خدوا التطعيم الكورونا الاسترازينيكا، بس هو اللي هو بتاع بريطانيا وسينوفارم، عشان دول متوفرين في مصر والسعوديه كتير. الصيني كويس، بس عشان هو بيطلع اجسام مضاده بطريقه سريعه فبناخده على طول بعديها بثلاث اسابيع، وفي كلام جديد عن احنا ندي جرعه ثالثه للصيني. البريطاني في عيان في مصر محقون المصل البريطاني ايام التجربه 23/4/2020 في المصل واللقاح، لقوا فيه انتباضيز يا دكتور علي 22/5 السنه دي. حضرتك متخيل قد ايه هو امن؟ يعني امن بكل الطرق، بكل الطرق. احنا بنتكلم في 75 واحد بس ماتوا من 23 مليون، وهو اتحقن 550 مليون جرعه حتى الان. استرازينيكا